تعالي نجرب كده نخش على شات جي بي تي ونعمل معاه حوار صوتي وهو يرد علينا بالصوت. اوكي مساء الخير شات جي بي تي. عيسم ماي فريند جود ايفنينج هاوز ايفرثينج جوينج وذ يو توداي. يرجى ان اتحدث باللهجه المصريه. عيسم يا صديقي مساء الفل، ازيك وايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. عايز اسالك كام سؤال. عيسم يا صديقي تمام، اسال براحتك انا معك. ما هو تاثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحه النفسيه؟ عيسم يا صديقي، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية ممكن يكون ليه جانبين، إيجابي وسلبي. من الناحية الإيجابية، السوشيال ميديا بتساعد الناس في التواصل مع الأهل والأصدقاء وبتديهم إحساس بالدعم الاجتماعي، وده بيخفف من مشاعر الوحدة. كمان بتوفر منصات للتعبير عن النفس والاهتمامات، وده بيخلق إحساس بالإنجاز والانتماء. لكن من الناحية السلبية،